ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من مسقط الكاتب والباحث وسام العاني. مرحبا بك سيد وسام. اذا صحيفه الاندبندنت البريطانيه ذكرت ان واشنطن تستعد للأسوأ في بغداد لكنها لن تسمح بتكرار ما حصل، كيف تقرا الموقف الامريكي من ازمه سفارتها في بغداد؟ تحية لك أخي الكريم وتحية لجمهور قناة الرافدين. حياك الله. بالتأكيد لن تعدم الولايات المتحدة الأمريكية الوسائل في الرد على هجوم أنصار إيران في العراق على سفارتها، وبالتأكيد ستتحرك في عدة اتجاهات، ربما من ضمنها أيضا اتجاهات داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة. وطبعا أمريكا كانت بانتظار تصرف مثل هذا التصرف من قبل إيران ومن قبل الجماعات المرتبطة والمدعومة من قبل إيران والمتواجدة على الأرض العراقية، وكانت تنتظر مثل هذه الفرصة الذهبية في سبيل أن تزيد ربما من العقوبات ومن الضغط الدولي على إيران. يعني هل رفض ميليشيا حزب الله الموالية لإيران الخروج من محيط السفارة الأمريكية على الرغم من تدخل وزير داخلية الحكومة في بغداد، هل هو محاولة للتصعيد أم تراه مناورة أم ماذا؟ طبعا هو الأنباء الأخيرة أنهم انسحبوا، ولكن بالتأكيد كان إصرارهم السابق على البقاء هو محاولة للتصعيد. يعني الإيرانيين يحاولون أن يفرضون طريقتهم وأسلوبهم في التعامل مع الأزمة العراقية الحالية المتمثلة بخروج ملايين العراقيين في انتفاضة شعبية ضد النظام السياسي الحاكم منذ عام 2003 والمدعوم بشكل كبير وواضح وصريح من قبل الإيرانيين. لذلك تصر إيران على أن تنفذ طريقتها الخاصة في التعامل مع هذا الوضع، والتي تختلف طبعا عن التعامل الأمريكي. يعني ربما الطرفان يشتركان في أنهما ضد ظهور انتفاضة حقيقية في العراق، ربما تعيد الوضع السياسي في العراق إلى نصابه الصحيح، ربما تعيد العدالة المفقودة لدى العراقيين. نعم يشترك الطرفان في هذه الرغبة، ولكن بالتأكيد يختلفان في أسلوب التعامل من أجل القضاء على هذه الانتفاضة. إيران بالتأكيد تفضل أسلوب القوة وفرض الأسندات وفرض ما يسمى بواقع الحال، وهو طبعا أسلوب يختلف عن أسلوب الإدارة الأمريكية. الخطوة التصعيدية باختصار كتاب الله على البقاء هي بالحقيقة يعني استمرار في هذا الاتجاه اللي هو فرض القوة وفرض الأمر الواقع. صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها ذكرت أن القوات الحكومية متواطئة في الهجوم على السفارة، هل تعتقد أنه تواطؤ أم ضعف؟ هو في الحقيقة أصبح في العراق من الصعب أن تحدد ما بين القوات الأمنية الحكومية الرسمية وما بين الميليشيات المرتبطة بإيران، على اعتبار أنه كثير من الميليشيات المدعومة إيرانياً تندمجها مع القوات الأمنية الحكومية وتتنم مناصب مهمة وخطيرة وكبيرة داخل القوات الجيش العراقي وداخل جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية وحتى في جهازي المخابرات والاستخبارات. لذلك من الصعب الحقيقة الفصل بين الطرفين. حتى لو أخذنا هذه المسميات كما يتم تداولها إعلاميا، فبالتأكيد القوات الأمنية الرسمية هي لا تملك إلا أن تتواطأ مع هذه الميليشيات. السبب الأول أن هناك وجود ميليشياوي كبير داخل هذه القوات، ثانيا هذه القوات لم تعد تأخذ قراراتها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة، بل تأخذ أوامرها من زعماء هذه الميليشيات المدعومة من إيران، وبالتالي ينسجمون في تنفيذ كل التوجيهات اللي ممكن أن تجيهم من الحرس الثوري الإيراني. لكن الحكومة الأمريكية صرحت أنها أبلغت عادل عبد المهدي بقرار ضرب مواقع الميليشيات، كيف تقرأ سلوك الحكومة باتجاه ذلك؟ طبعا في الحقيقة هذه كانت يعني أيضا فضيحة يعني جديدة، وإقرار عادل عبد المهدي
انه تم انه استلم اشعار من الامريكان بوجود ضربه، وهذا للاسف اثار ايضا علامه استفهام كبيره انه لماذا لم ياخذ الجانب العراقي الاجراءات اللازمه لكي يعني يجنب وقوع ضحايا وعدد كبير من الضحايا وقعوا في هذه الضربه الامريكيه، لماذا اخذ هذه الاجراءات؟ ولكن بالتاكيد الامريكان لن يخاطبوا الجانب الايراني بشكل مباشر. نعم. ويحاولون طبعا يعني ارسال الرسائل من عن طريق الحكومه العراقيه وعن طريق العراق الى الجانب الايراني. طبعا الرساله مفادها انه يعني سنقوم بهذه الضربه وانه كل مواقعكم وتحركاتكم هي تحت الانظار الامريكيه، وانه الهجوم الذي شنته الميليشيات على المعسكر الامريكي سابقا لن يمر بدون عقوبه، وتمت العقوبه فعلا. شكرا جزيلا لك من مسقط الكاتب والباحث العراقي وسام العاني.